رجعنا لكم بعد الفاصل، وفرصة ان رمضان بقى معانا، محدش هيقوم يعمل شاي ولا قهوة ولا اي حاجة، هتبقى قاعدين معانا. فقراتنا النهاردة طبعا جبنا لكم فقرة مميزة جدا، نركز بقى مع بعض شوية علشان الكلام اللي جاي ده مهم وجديد ومفيد. معانا النهاردة أستاذة نورة جمعة، أخصائية نفسية ومعالج ومدرب بالأكسس بارز. تمام، اهلا ازيك؟ بحضرتك. انا عاملة ايه؟ بحييكم بس على الفانوس ده، عاجبني جدا. اتفضلي. والفول اللي هناك، كل سنه وانتم طيبين، وانت والمكان طيبة بالصحة الستايل بتاعه والسلامة. تحفه جدا. كل سنه وحضراتكم طيبين وبخير وسعاده. واحنا كمان بنحييكي على اختيارك لألوان علم مصر الجميلة دي اه، علم مصر. بمناسبة عيد تحرير سينا النهاردة، كل سنه وحضراتكم طيبين. منورانا. مش عارف ابدا منين، بس خلينا كده نتكلم معاكي كده في الموضوع اللي هو الجديد على ودنا النهارده، اول مره نسمعه. موضوع ايه هي تقنيه الاكسس بارز؟ يعني تمام. عباره عن ايه؟ تقنيه الاكسس بورس هي الوصول لمسارات الوعي، اكتشفها عالم امريكي من حوالي 20 سنه. العالم ده كان شايف حياته بائسه جدا، ومش سعيد ومش مبسوط في حياته، فسال سؤال اللي هو ازاي يخلي من العالم، وازاي هو كمان يحاول اللي هو يشوف الحياه بمنظور مختلف. ولما سال السؤال جاله هاتف تليفوني المتخصص بتاعه بتاع المساج، فمن خلال الجلسه بتاعه المساج دي اكتشف اللي فيه نقاط في الدماغ، نقاط الاكسس بورس، الوصول لمسارات الوعي. من خلال الضغط عليها بيتم فلتره الجسم من كل المعيقات والمشاعر والافكار وكل سلبية. حاجه بتعيق الحاجات الحياه. السلبية فعلا اللي هي بتبقى مضايقة. طيب يعني كده الموضوع ده كعلم حديث نعتبره بقاله علم 20 سنة. 20 سنة، ولسه مكتشف قريب. يعني هو بدأ الأول في أمريكا، بعد كده فرنسا، بعد كده نزل الجزائر والمغرب والدول العربية كلها. بالنسبة لمصر لسه نازل تقريبا ما كملش 5 شهور تقريبا. يعني جميل، هايل جدا. طيب الموضوع ده طبعا بيستند لأسس ومراجع، ولا طبعا ده يعني هل علم، هو لسه ما تأسسلوش يعني ما لا لا لا، تأصلش؟ هو مؤسس العلم ده اسمه غاري دوغلاس، أمريكي الجنسية، وهو اصلا عامل مدرسه، فاحنا بندرسها حاليا. يعني هو جميل، عامل منهج تعليمي. هايل هايل جدا. طيب ايه هي بقى يعني حضرتك كنت بتقولي من خلال جلسه المساج اكتشف نقط بتودي لمسارات الوعي، صح كده؟ تمام. طيب النقط دي فين وعددها قد ايه؟ ايه الفوائد اللي انا ممكن استفيدها؟ يعني انا اروح لمين واعمل ايه؟ تمام. نقاط الاكسس بورس عباره عن 32 نقطه، 16 في اليمين و16 في الشمال. كل نقطة بتتكلم عن جانب من جوانب الحياة. يعني عندنا مثلا زي نقطة المال، احنا عندنا معتقدات وأفكار ومشاعر خاصة بالمال، اللي احنا مش أغنياء. هو في الأصل ربنا خلقنا كلنا يعني نقدر اللي احنا نكون أغنياء، نقدر اللي احنا نكون معانا فلوس. اللي يمنعنا من كده العوائق الذهنية، الحاجات اللي احنا تبرمجنا عليها اللي هي في الأصل مش حقيقية. فمن خلال الضغط، معانا صورة على الشاشة طبعا متتعرض دلوقتي للسادة الجمهور، كلمينا كده عن الصورة دي سريعا. دي ال 32 نقطة بتوع الأكسس بورس. كل نقطة بتتكلم عن جانب من جوانب الحياة، مثلا نقطة عن المال، نقطة عن الإبداع، نقطة عن شكل الجسم. يعني في نقطة خطيرة جدا، في ناس بيبقى عندها موروثات ومعتقدات ورثاها من الأجداد وأجداد الأجداد، ومن الإعلام، من التلفزيون، من البرمجة. اللي أنا مثلا لما أوصل سني مثلا لأربعين سنة خلاص أنا هعجز، هيجيلي تجاعيد في وشي، أعراض الشيخوخة. ما أعراض الشيخوخة، وخلاص أنا مرضت وتعبت وكده. فدي كلها برمجة أصلا مش حقيقية. هو حقيقة الإنسان طول ما هو شايف نفسه حلو، طول ما هو شايف نفسه جميل، فهيكون نفس الصورة دي. ولكن العقل اللاواعي في البرمجه اللي احنا اتخزنت جوه الخلايا بتاعه الجسد، فشايفين نفسنا اللي احنا كبرنا. لكن انا لو صحيت الصبح وشايفه نفسي اللي انا، لا انا جميله، والجميله دي اقولها من جوايا مش من بره بس. يعني يكون الاحساس داخلي اللي هو انا ده حاسه السؤال اللي بالجمال. انا بساله دايما لكل لاغلب الضيوف يعني اللي بيجوا معانا، حتى لسه من قريب كنت بساله لحد، هل فكره كون جميلا، ترى الوجود جميلا، هل هي طبعا حقيقية؟ ده حقيقية، دي برمجة. يعني أنا لما أصحى الصبح وشايفة الكون جميل، أصلا بالفعل أصلا الكون جميل، ربنا خلقنا كلنا حلوين، وخلق الكون كله يعني نستمتع بيه وسخره لينا.
أكيد. فيعني حاجة جميلة جدا لما أتبرمج على كده. تمام. طيب لو احنا بنحتاج مثلا قد ايه عشان نشتغل على النقط دي، وهل الناس بتستجيب من اول جلسة؟ يعني انا اعملها جلسة مرة واحدة في العمر، ولا اجيلكوا كذا مرة، ولا اعمل ايه؟ ما انا برضه انا عايز افهم، انا عايز افهم لشخصي دلوقتي تمام الموضوع ده. هل هي مرة بتتعمل جلسة خلاص، تمام ولا الموضوع فيه شكشكة، ولا في ايه؟ طمنونا كده يعني. لا، هو مفيش شكشكة ولا أي حاجة، هو مجرد الضغط على النقاط دي. كل نقطة بنقعد فيها مثلا 10 دقايق. في نقطة عندنا اسمها حزام الرسوخ. حزام الرسوخ دي كل المعتقدات الراسخة من واحنا أطفال، من واحنا في بطن مامتنا، فكل الأفكار والمشاعر وكل الأحاسيس هنا في المنطقة دي، هي تحت الأذن. احنا جبنا فدي صورة من كمان خلال الضغط من عند عليها. حضرتك اللي هي صورة، الله جميل قوي يوسف. الولد ده، ابن حضرتك؟ لا مش ابن حضرتي، بس كنا بنعمل كورس وكان حاضر جميل معانا أطفال، جميل. فكانوا يعملوا البعض، كانوا مستمتعين طب جدا. والله حلو جو المشاركة، يعني ان هي تبقى حاجة متوفرة عندكم كمان، يعني الموضوع ممكن. الأطفال كمان بيحضروا مجاني، يعني الأطفال لسن معين بيحضروا مجاني، لأن الأطفال أصلا بيبقى عندهم طاقة بيور، فيقدروا اللي هم اصلا يشفوا لوحدهم. اللمسه منهم بتبقى شفاء فعلا، لان هم اصلا لسه بالفطره ما اتبرمجوش على اي حاجه تانية. تمام، هايل جدا، جميل. برضو نرجع لسؤالنا الاولاني، الموضوع ده انا اللي بيجيلكوا مره واحده، ولا الموضوع يعني كل فتره، كل 6 شهور، كل 3 شهور؟ هو انا عايز بالنسبه لجلسات الاكسس بورس، يعني الجلسه لوحدها ساعه ونص. تمام. من خلال الجلسه دي انت بتحس اولا اللي انت مرتاح، التوتر والقلق والخوف والمشاعر المتخزنة داخل الجسد دي بتحاول يعني بتقل تدريجيا. طبعا ما ينفعش حاجة من مرة واحدة، بتبقى متعددة المرات، ولكن هي مش كل يوم، يعني مثلا ممكن مرة في الأسبوع. وإحنا كمان عندنا في العلم ده بنعلم، يعني مثلا لو في أم عندها أولاد بنعلم أولادها مجاني، فطبعا هي تقدر تعمل لهم وهم يعملوا لها، فمتاح اللي هي أصلا تكون في البيت وتعمل التقنية دي وبكل سهولة ويسر. جميل، هايل جدا. طيب برضو يعني الموضوع كل مرة بنشتغل على نفس النقط، ولا هل مرة بنشتغل على نقط تخص جزئية، ومرة بنشتغل على نقط تخص جزئية تانية؟ والموضوع هل في تمارين في البيت، ولا أنا هجيلكوا خلاص بعد ما أروح مش تمام. هتقولوا لي زي مثلا زي دكتورة التغذية اللي كانت معانا، كانت بتتكلم مثلا ان في خطوات احنا بتبقى على العميل او على يعني المستفيد. تمام. فهل انا لما اروح من عندكم هل في خطوات هعملها، ولا يعني مثلا هسمع ميوزك بتقنية معينة، تشتغل على موجات دماغية معينة، يعني هلعب رياضة، هعمل ايه، ولا انا هاجي عندكم وهطلع تمام؟ انا برضه عايز ابقى تمام فاهم. هي الجلسة بيكون بتنام على شازلون، وبعد كده بنضغط على النقاط دي لمدة ساعة ونص، من ساعة لساعة ونص. في وعي الأكسس، يعني الأكسس هي التقنية، النقاط دي الأساسية، ده جزء من التقنية. في الجزء التاني اللي هو وعي الأكسس أو أدوات الأكسس، ده أنا بعلمها للعميل. يعني مثلا في حاجات احنا بنستخدمها زي التوكيدات، كل ما في التوكيدات الحياة الإيجابية هي. أو التوكيدات الإيجابية، فكل ما في الحياة يؤتي بسهولة ويسر وفرح وبهاء، فأنا والشعور بعلم بالوفرة، العميل صح اللي كده؟ هو يبقى كده على طول يعني. جميل. وفي تقنيات تانية يعني بعلمه اللي هو في حاجات هو بيستخدمها يوميا، زي مثلا تمرين الغدة الزعترية، دي بيقوي مثلا جهاز المناعة، بيحفز الجسم، بيبرمج الجسم اللي احنا كل يوم، يعني كأنك بتعمل ساعتين رياضة، فمن خلال تنفسات معينة وتمرين معين فالجسم بيحصل له توازن. الفكرة أصلا اللي احنا نكون من الداخل في سلام داخلي وفي هدوء داخلي. الموضوع بيحتاج توافق عضلي حركي ذهني، ولا بيشتغل على الحالة العادية؟ بيشتغل على أي حد، يعني أي حالة عادية أو أي حالة تعبانة، يعني الناس اللي هي مش بتنام كويس بيفضلوا 3 4 أيام سهرانين، من خلال الجلسة دي بيحسوا بالراحة، ممكن يناموا كمان في الجلسة. يعني من خلال خبرتي في الجلسات دي، في ناس كتير بشتغل عليهم، يعني أنا بشتغل أصلا في مصحة نفسية، جميل، هايل. فالعملاء اللي عندنا، يعني احنا لسه إن شاء الله هنعمل افتتاح بإذن الله، إن شاء ولكن الله. عندنا عميل جاي من الهند وكده، فلما كنت بعمل له التقنية دي كان فعلا بينام، يعني بيسترخي تماما.
يعني رغم اللي هو مثلا بياخد ادويه وكده، يعني الادويه لها مفعول طبعا اكيد، والتقنيه لها مفعول مختلف. اكيد اكيد اكيد. طيب لو يعني العميل بقى خلاص جه وخد الجلسات تمام. تمام وحس ان هو تمام او حس ان هو اكتفى، ازاي ان هو يقدر مثلا يقدر يفيد غيره بيه، ولا الموضوع لا شخصي؟ تمام، هي الفكرة في البرمجة، يعني احنا بنحاول ان احنا نبرمج دماغنا من اول وجديد. احنا خلاص في برمجة قديمة اتخزنت في العقل اللاواعي فبقيت حقيقة، فشايفين كل الصور حقيقية. فمن خلال الجلسة دي بيتم فتح احتمالات واختيارات اخرى، لان انا اخترت اللي انا كنت عايز، اخترت اللي انا اكون مش مبسوط، اخترت اللي انا اكون تعبان، اخترت حاجات كتيرة جدا وانا فعلا اخترتها. انا ممكن اختار اختيار تاني، يعني انا بقول لنفسي اللي انا اخترت اختيار تاني وبسعى للخطوات دي. فمن خلال الجلسه بيتم فتح احتمالات كثيره جدا، يعني مثلا الله واسع. فانا مثلا لما احضر جلسه وكده بحط نوايا كثيره جدا جدا، سواء انا او العميل، اللي ربنا يفتح عليه من جميع النواحي يعني. فقوه النيه في الحته دي بتبقى مهمه جدا، سواء من العميل اللي هو عايز يتغير، سواء مني انا اللي انا بحط نيه كويسه اللي هو يتشافى ويتم شفاءه على خير يعني. جميل. يعني الموضوع كله برضو مترسخ في الجزئيات اللي هي في المعتقدات، او في جزئية اللي هو ايه، يعني انا حاسس برضو في الموضوع في تفاؤل بالخير، فان احنا نتفائل بالخير هنلاقيه، وجزئية كمان الوفرة يعني، والتوقيتات الايجابية والامتنان والشكر، وجزئية التركيز على الطاقة والبعد عن تشتت الانتباه، كل دي حاجات انا استخلصتها من كلامي مع حضرتك. تمام، هو كمان ال 32 نقطة بيتعملوا في نفس الجلسة، فكل نقطة بتتكلم عن جانب من جوانب الحياة، يعني نقطة عن المال، نقطة عن الإبداع، نقطة عن الجسم وشكل الجسم، نقطة كمان عندنا للهدوء والاسترخاء والامتنان فعلا، في عندنا نقطة اللي احنا نخلق حاجات جديدة في حياتنا، نشوف حاجات حلوة في حياتنا، ممكن نشوف مثلا فانوس نتفائل بيه، دي مش عيب، ده برمجة حلوة. يعني اللي انا اكون متفائل بكل حاجه حواليا، استمتع بكل نعم ربنا عليا، فدي بتبقى منظور مختلف تماما، بيخلي الانسان دايما من جواه سعيد ومبسوط ومستمتع في الحياه. جميل. استاذه نوره جمعه، كنت معانا النهارده منوره الدنيا، وانا بحييكي انا كمان على الالوان الجميله اللي تدعو شكرا لحضرتك. للتفاؤل. بجد الله، استفدنا من حضرتك في جزئيات، كفايه انك البشاشه بتاعتك ربنا خلتنا يكرمك. نطلع من المود اللي احنا فيه وندخل في مود تاني اجمل. مشاهدينا الاعزاء، كنا معاكم النهارده في برنامج اسعد قلبك مع الشاذلي، حلقه تاني يوم رمضان، اعياد تحرير سيناء. مصر اليوم في عيد، احتفلوا. عايزين نشوفكم دايما زي ما انتم بتشوفونا كده. تواصلوا معانا على البيجات بتاعتنا، تواصلوا معانا على ارقام التليفونات الموضحه عندكم. بنشكرك كتير جدا شكرا جدا جدا. جدا، بنحييكي، كنت معانا النهارده منوره الدنيا، وان شاء الله نتواصل معاكي وتوعدينا بحلقه تانية بإذن تفسر الله لنا بقى الموضوع ده. انا هوعدكم بجلسات هايل جلسات على الهواء هايل، جميل، ان رائع شاء رب جدا. العالمين ان شاء الله. متشكرين ليكم، احنا كمان بنشكركم وممتنين لتواجدكم معانا النهارده، كنا معاكم اول يوم لينا بالنهار. استنونا في اسعد قلبك مع الشاذلي.